مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا واحد الفيديو داز في رمضان ديال سنة 12 سنة اللي تعرضت لي أمور واضحة، وفي الأخير نتج عنا ابن 12 سنة ولدت هذاك الوليد. تبعنا معها مجموعة من الأجزاء، سواء أستاذة زين خيار، أستاذة ليلى، وكذلك جنود الخفاء في الملف اللي ساعدوها بشكل كبير، وكذلك الدور للمجتمع المدني في الجمعية اللي تبنتها في الدار البيضاء وساعدتها الحمد لله في مجموعة من الخطوات في الأول. مشاهدينا الكرام، الخبر جيد صار. أولا هو سناء أول مرة مشات للمدرسة وهي الآن كتقرأ، هذا جانب إيجابي. المستجد كذلك الجديد والمهم هو ظهرات لاضيين ديال سناء. من هو اب ذاك الابن؟ تبعوا معايا. ليلى، انت متتبعه الملف، انت الاستاذه زينب دخلت المدرسه، اللهم بارك، الله يصلح هذيك البنيه. الجديد هو كانوا ثلاثه ديال المعتقلين، فيهم جوج اللي هما كما كنقولوا بالدرجه المغربيه لاصقين معاهم على الدار، على الدار في هذيك القريه، يعني في الباديه، وكان الثالث كيبعد واحد المسافه ديال حوالي 400 ولا 500 متر. شكون هو الاب ديال الابن ديال سناء من هذوك الثلاثه المعتقلين؟ السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. مرحبا بتتبعكم الملف القاصر سناء اللي كل شيء المغرب تبعها وتعاطف معها. اولا كنشكر الراي العام، وكنشكر المجتمع المدني اللي سهر على انه يحتوي هذه البنت هذه، وانه يوجهها للمدرسه، وانها تعاود تعطاها الاعتبار كمواطنه مغربيه. من حقها انها بحال جميع الفتيات المغربيات انها تلج الى المدرسه. وفرحنا بزاف من سمعناها فعلا التحقت بالمدرسة باش تعاود ترجع للطفولة ديالها اللي تغتصبت منها، واللي جعلتها انها كتحمل واحد القضية كبر من الحجم ديالها. اللي وقع في هذا الملف وحنا متبعينه انه اخيرا خرجت الاي دي ان ديال واحد الشخص اللي هما غيحددوا انه الاب، تحددت انه الاب ديال القاصر، ولكن ميمكنناش نقولوا قانونا اب، لانه الابوه عندها واحد الشق في القانون، والنسب شق في القانون، والالحاق شق في القانون. اللي غادي نقدروا نقولوا هي انه الشخص اللي كيظهر بانه كانت الاي دي ان ديالو مطابقه مع النيزاناليز ديال الطفل، هو واحد الشاب من هذوك الشباب اللي كانوا اللي اصغر سنا حتى هو. نعم، ما عندناش الحق لان نكملوا، لانه الملف مازال في التحقيق. هما كانوا ثلاثة اللي معتقلين، جوج لاصقين معاهم في الدار على الدار، وواحد بعيد. يعني كتكلمي على البعيد؟ لا، كنتكلم على البعيد، ولكن هذا اللي يعني ان الاخرين ماشي متابعين من طرف السيد قاضي التحقيق، لانه تابعهم بثلاثه، حيت حنا ديك الساعه غادي نفرقوا ما بين الفعل الذي نتج عنه الطفل وما بين الافعال الاخرى المنسوبه اليهم، والدفاع ديالهم هو اللي غادي يدافع على كل واحد الجرم ديالو. لتنوي الرأي العام مشاهدينا أكثر في الموضوع، عدد المعتقلين ثلاثة، جوج اللي هما من الجوار على جد مقربة من المنزل، فيهم واحد مزوج وواحد لا، ماشي هما اللي تبدات لاضيان أنه فيهم الأب ديال ذاك الإبن، ولكن الثالث اللي هو كيبعد واحد 400 متر تقريبا على المنزل طلع هو الأب. مشاهدينا الكرام، غادي نشوف مع ليلى الإطار القانوني ديال الأبوة في الموضوع. نعلم جيدا انه بدون عقد زواج كتكون فيه امور اخرى، ما كيتحملش المسؤوليه في النفقه، ما كيبقى له الحق ان ينفق على هذا الابن، نعم ام لا. غادي نشوف في الموضوع مع ليلى بشكل معمق وبشكل دقيق. استاذه، كاين ابن ديال الفراش، كاين ابن زينة، وكيكون ابن ديال العقد بطبيعه الحال لزواج شرعي. هذه الحاله هذه هو غير ملزم انه ينفق على هذا الابن. ما نهضروش دابا على النفقه، غنهضروا على نسوبيه هذا الطفل هذا لهذا الشخص عن طريق جريمه، وهذا هو اللي عندنا حنا الاخلال في القانون، لانه غادي تعتبر ابن الزينه، وانا ما كنعتبروش ابن الزينه، لان الزينه كتكون رضائيه ما بين شخصين قرروا انهم يديروا واحد التصرف اللي هو ممنوع شرعا. لكن ملي كتكون واحد الاغتصاب بالاجبار وبالاكراه وبالسلاح وباي وسيله، خصوصا اذا كان تجاه القاصر، فكيبقى دائما في اطار الجريمه. وهنا للقانون فيه الثغره، فيه انه
انه ولو ان هذيك القصير ما كانتش هي اللي بالرضا ديالها وان تعرضت لهذا الشيء كامل وهذا الاغتصاب وهذا الشيء وانه ثبت بان لا دي ان ديال واحد الشخص فانه القانون ما كيحميهاش لانه ما كيعتبرهاش انها زوجة لان خص الزواج يكون بالرضائيه وبالاهليه حيت باقا صغيره يمكنلاش تقرر ان وما غتقررش انها تزوج مع واحد اللي الحق بها الضرر بالاغتصاب وما غيمكنلوش هو يتنسب ليه هذاك الطفل لان باش يتنسب ليه خاص زواج شرعي ما بين شخصين عندهم الاهليه لان هناك قرارات قرار المجلس الاعلى صادر مؤخرا بمحكمه النقد بطنجه واللي قال لان ما غاديش نكون عندي المراجع غنتحفظ عليهم لان ما عنديش قدامي حيت خصني نقول لهم بالامانه كيف ما كاينين بالرقم بالميل في كل شيء فمني ما كاينينش غادي نقول راه نعاودوا نرجعوا للبحث باش نجيبوا القرار الصحيح اذا ما كاينش الا ما كانتش بالزواج وكانت شرعا وكانت يعني بالرضا باش عاد يمكن لك انه تلحق بالاب لان الابن ابنه الفراش وابنه بالزواج لكن هذا راه بالاغتصاب بالاغتصاب راه مازال عندنا الفراغ التشريعي في المغرب واللي خاصو ضروري من هذا المنبر هذا نلحوا على اللجان التشريعيه في البرلمان انها دير هذه الالتفاته وانها دير واحد النص قانوني اللي غيحمي هاد الطفله هذه بحال هذا النوع هذا لان لا يعقل ان واحد يدير الجريمه وينتج عليها الحمل وكله ما يقرش بهذا الابن هذا دابا اللي فهمت استاذ نبسطوا مع الرأي العام دابا ما عندها الحق لا في سمية لا في نفاق لا في والو لا هي دابا لحد الان ما عندها لا سميه لا حتى شي حاجه ولكن هذا الشخص هذا اللي جات لا دي ان ديالو متطابقه عنده الحق يدير الاقرار بال بال بهاد البنوه ويلحقوا الالحاق باسمه ولا ما بغاش راه حر هذا هو الفراغ اللي عندنا في التشريع المغربي واللي كنتمنى انه يتبدل حتى مساله اخرى حتى ديال الارث يعني باش الرأي العام يستوعب احنا نعرف عرفنا بانه الملف في معتقلين هذه جنايه هذه امور اخرى ولكن يتنور الراي العام نوضحوا للناس سواء النفقه جاوتين على الخطوات الاولى دابا غتكلمي لي على النفقه والارث حتى هما ما عندوش الحق نعم كاين هناك في الفصول القانون هي انه يمكن له مثلا كاين من التزم بنفقات شخص لازمته هذا واحد الفصل عندنا في القانون شي واحد لكن كينفق على شي واحد عاده وبقى كينفق عليه بالاعتياد كتولي ملزمه كتمشي للقانون ويمكن لك تطالبوا بديك النفقه ولو ما عندك معاه حتى شي علاقه ما عندك معاه لا علاقه لا بنوه ولا جريمه ولا حتى شي حاجه لكن في هذه الحاله هذه إلا بدا هو كينفق عليها عند الحق تمشي وعندنا التنزيل عندنا واحد الحل في الارث انه واخا ما يكونش لا ابن ديالك ولا حتى شي حاجه واحسن اليك ولا احسنت الي ولا بغيتي نتايا من خاطرك عندك الحق دير له واحد الرسم اللي كيدار عند العدول اللي سميتو التنزيل يمكن ان تنزله منزله الابن الذكر او تنزله منزله الابنه الانثى وبالتالي كيكون في الارث كيورث بحاله بحال هذاك اللي نزلتيه نتايا فيه وهذا رسم كيدار عند قاضي التوثيق يوقع عليه كل شيء وهو ملزم وصحيح ألا تلاحظين السادة أنه يجب إعادة النظر في الحق ديال المرأة المغربية اللي تعرضت باش نضبطوا الكلام اللي تعرضت لهذا الانتهاك بهذه الطريقة هي ضحية ماذا؟ هذه الطفلة ما دارت والو ما عندها الحق حتى في حاجة دابا يعني هو الابن كاين بان با حاجه ما تلزمو انه يكون عنده واجبات يمكن له يتملص منهم وما يأديهمش وما يتساءلش قانونيا قلتي لي اعاده النظر في التشريعات فانا من الاول ودرس دراسه ديالي في يعني في الاجازه على مدونه الاسره مدونه الاسره خصها كلها تعاود لان فيها واحد الحيف كبير بالنسبه للمراه وبالنسبه للطفل واللي تفهمات غلط وسحب لهم الناس راه المراه عندها الحقوق ديالها وداك الشيء المراه كاع حتى اللي مزوجه ما عندها لا حقوق لا والو عندها 100 درهم ديال الحضانه خصها تحيد هذيك راه مهزله وعندها الرجوع الى بيت الزوجيه بقرار وبالمفوض القضائي وهي غتعتبر بحال السلعه وانا ما كنرضاش على مواطنه مغربيه بحالي بحالها تعتبر كسلعه وتبدا توصل بالمفوض القضائي لتسلم الى زوجها في الوقت اللي كان كيعطيها الهدايا ورغبها ويطلب الرضا ديالها باش تزوج به استاذه شكرا لك الله يوفقك مشاهدينا الكرام نتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع هذا هو الجديد في الموضوع الولوج للمدرسة فيما يخص سناء وكذلك لاضيين بان بأن واحد في الأطراف هو الأب ديال هذا الابن مشاهدينا الكرام أعتقد الخطاب ما قبل الأخير كان جلالة الملك نصره الله واضح في هذا الشأن الاهتمام في كل ما يتعلق بمدونة الأسرة والشق ديال المرأة بقوة مشاهدينا الكرام القانون واضح في هذا الشأن وهنا يجب إعادة النظر ودور المشرع دور الباحثين في القانون من أجل
ما هي المنهجية المحكمة اللي غادي تقدر تكون عندنا في المجتمع بواحد الطريقة ليقة اللي ما تضيعش فيها حقوق المرأة؟ ممكن بطبيعة الحال في إطار هذا الملف كون كان فيه فساد في علاقة رضائية في أمور أخرى، ممكن يكون هذا القانون شيئا ما، ولكن هذه طفلة تعرضت لاغتصاب نتج عنه ابن، والأب هو صاحب القرار في الأخير، من حقه يدير ومن حقه ما يديرش. نبسطوا في الامور، من حقه يعترف، من حقه النفقه، من حقه الى بغى، ما بغاش ما يديرش. وهنا هذا ملف صراحه صعب ان هذه الابنه في هذا السن وهاد الوالدين ديالها يتحملوا هذه المسؤوليه. مشاهدينا الكرام، دورنا هو هذه القصص للعبره، وكذلك كنوجه رساله ونداء للناس الملمين بالقانون واهل المجال من اجل اعاده النظر لمثل هذه الوقائع، باش تكون عندنا واحد يكون تكون عندنا أرضية، ويكون عندنا مجتمع كيملك القانون لصالحه إلى بطبيعة الحال كان هو صاحب الحق في أمور أخرى. مشاهدينا الكرام، سناء المغاربة معها بشكل كبير، والقضاء مشكور أنه على تتبع الملف وغادي يدخل الجلسات، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا هو القاعدة الأولى، ولكن الأبحاث والقضاء هو صاحب القرار من هو الضحية ومن هو الجاني. مشاهدينا الكرام، نحن دائما متتبعين الملف ديال سناء، وسوف نوفيكم دائما بالجديد في الموضوع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.